بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن مشكلة اللي هو الراوتر اللي عندنا 4G بلس، لكن الظهر عندنا في شاشة الجوال يشبك شابك على 4G العالي. ساعات بمجرد أو مثلا تحريك الراوتر بشيء بسيط لاحظ شبك على 4G بلس. أهو هذا هنا المسمى يثبت لنا الحين شابك على 4G بلس، الحين رجع 4G. حبيت أنا أنوه عن هذه المشكلة. في بعض الأشخاص يكون عنده حتى على راوترات الـ 5G، يكون عنده راوتر 5G ويقول لي السرعة ليش بطيئة، أو ساعات أول ما يشتغل يكون سريع وبعد كذا بيكون بطيء. بواسطة البرنامج هذا راح يبين معنا على الـ 5G، الـ 5G راح المشكلة راح تكون واضحة هنا في البرنامج، لكن أما الـ 4G زي اللي معايا 4G بلس ما راح تبان. أنا الراوتر هذا اللي معايا 4G بلس، لكن يبان من المسمى أنا شابك على 4G بلس. وهي لحل هذه المشكلة لابد أن نحط الراوتر على مكان يكون فيه بس فقط مثلا 4G بلس، يعني تكون إشارة 4G بلس هي الأفضل، لأن الراوتر اختار الإشارة الأفضل وإنت ما تداري هو الراوتر شابك عليه. شوف الحين شابك على 4G العادي، فهذه حتى هذه المشكلة بالنسبة لل 5G. ممكن ينقص شعرة من ال 5G ويبان في الراوتر عندنا أنه الإشارة كاملة، لكن هو ناقص شعرة من ال 5G بتكون إشارة 4G فل، فالراوتر تلقائيا راح يشبك على 4G. فأنت تحسب إنك أنت شابك أصلاً على 5G ومشترك اشتراك 5G وما راح تستفيد ولا أي حاجة. لابد إن نحط الراوتر على أفضل مكان يلقط إشارة 5G أو 4G بلس من دون ما يتغير، وهذا راح نعرفه لما نفتح مثلاً أو نحط الجهاز في مكان معين ونراقب الإشارة لفترة تقريبا 3 ساعات 4 ساعات، نتأكد من إنه الإشارة في هذا المكان شابكة على 4G بلس فقط أو 5G تكون إشارتها فل، بحيث إنه ما يفضل الراوتر يحول من كذا أو من 4G إلى 4G بلس أو من 5G إلى 4G، لأنه أنت راح تخسر ممكن 5-6 أضعاف السرعة. أتمنى قدرت أفيدكم، ولازم لابد من تحميل هذا البرنامج، خصوصا الاشخاص اللي عنده ال 4G وال 4G بلس وال 5G وال 5G بلس. مو شرط انه يطالع لي هذه الارقام، ممكن ساعات تكون الارقام هذه منخفضه لكن في الاخير يشبكوا على ال 4G ما يشبكوا على ال 4G بلس، او تكون الارقام منخفضه يشبكوا على ال 4G ما يشبكوا على ال 5G. فاتمنى قدرت افيدكم بشيء بسيط. كان معكم اخوكم خادم مناري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.